ان شاء الله نكمل مع الاطفال مع الاستاذ الدكتور احمد بدر استاذ طب الاطفال بجامعه القاهره. طب بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، وان شاء الله يكون البرزنتيشن بتاعه النهارده مفيده، واحنا هنحاول ان احنا نلم حاجات كتير من حضرتك هتشوفها في البراكتس. خلاص احنا بدأنا اوريدي براكتس في حاجات كتيره قوي. الاوتلاينز بتاعتنا هنتكلم على حاجات في الجروث اند ديفلوبمنت، هنتكلم على البيدياتريك برزنتيشن، هنتكلم على بعض الحاجات فيما يخص البريست فيدنج والاميونايزيشن. والسؤال الاولاني كان دايما دكاتره البطنه بيضايقونا شويه كده ويقولوا الاطفال دي حاجه سهله وهي ما هم الا يونج ادلتس. انتوا موافقين على كده ولا لا؟ هل الاطفال هو بس مجرد ادلت بس صغير حجما او وزنا او كده؟ اكيد لا. وفي ديفرنس كتير قوي ما بين الاطفال والايه والحاجات. الدقنه دي بتفكركم بمين؟ شخصية من الشخصيات المهمة الحقيقة دلوقتي عشان تتحسر على نفسك. القصة دهيت الفرق، the main difference between adult and child is to maintain growth and development. يعني ايه كلمة growth؟ ان انا بزيد في الحجم، بزيد في عدد الخلايا. ويعني ايه development؟ يعني ان انا باكواير سكيل معينة. اكتر فترات الجروث هو سوري هو فانكشن. هتكلم على بعض الكومن برزنتيشن على البريست فيدنج والاميونايزيشن. والاطفال مش يانج ادلت خالص، دي حاجه مختلفه خالص. اللي كنت بقول لكم عليها من شويه وكنت فاكر ان انتم شايفين تمام الدقن الجميله دي بتفكرك بمين؟ شخصيه للاسف بقت حاجه نمبر 1 بقى. تمام بالظبط كده. ايه اهم فرق ما بين الطفل والادلت؟ النيد فور جروث. والحقيقه اكتر فترات الجروث اللي موجوده عندنا بتبقى في فترتين، في فتره الفيتال لايف وانت في بطن الام ووقت البيوبرتي. دولت اكتر الفترات اللي موجوده هتبقى عندنا. وفيما يخص الديفلوبمنت، ديفلوبمنت في حاجات كتير، من اهمهم واللي تهم الام قوي الكوجنيتيف فانكشنز اللي موجوده عندنا. عشان نأسس الجروث عندي في بارامترز معينه، الهايت مثلا، والجهاز اللي بيقيس او الاله اللي بتقيس الهايت بتاعتي هي اسمها ستاديومتر، اللي بتبقى بالطريقه دهيت، بينزل حاجه كده البليت على راس الطفل وتقدر تقيس من خلاله الهايت. وطبعا لازم الراس تكون في حاجه اسمها فرانكفورت بلين، اللي هو بيعدي من الاير هول لللور بوردر اوف ذا اي سوكت. انفانتوميتر ده اللي هو بيقيس طول او اللينث بتاع الطفل الصغير اللي هو مش قادر يقف. بنستخدم ديجيتال سكيل اللي هو ادق كتير من الحاجات بمؤشرات، وبنستخدم الجروث كيرفز. ولك ان تتخيل اهميه الجروث كيرفز لما انت تيجي تشرح الكلام ده للام، لما بتقول لها ان عمر الطفل مثلا على الاكسس الهوريزونتال ده قصاده مثلا ان وزنه قد كذا ما بين الفيفث والناينتي فيفث برسنتايل، يبقى ابن حضرتك ده كويس قوي. قد ايه الام بتبقى سعيده بالذات لما تعمل الكلام ده سيريال. يعني ايه سيريال؟ النهارده كان عمره مثلا كذا ووزنه كذا، وبعد شهر بقى زاد لو هو بقى مثلا بيبي صغير، او بعد سنه بيزيد وهكذا. بنعمل البرسنتايل دي، ولو هو ما بين الكيرف القليل والكيرف العالي في النقص دهوت يبقى هو افريج، لو اكتر من كده يبقى هو اوبيز، لو اقل من كده يبقى هو اندر بيلت. اهم سبب للشورت ستيتشر ايه؟ ايه اهم سبب للشورت ستيتشر؟ فاميليال. فاميليال. طب احكي لكم على قصه كده وقول لي انت صح ولا غلط. جات لي ام في العياده قد كده، بعدين بتقول لي ان ابني صغير قوي قد كده، تقول لها ايه؟ خلي بالك الواحد مرات بيبقى عصبي جدا، بس بدون استخدام الفاظ مش مظبوط. تقول لها ايه؟ ها؟ هيطول؟ لا ما هو مش هيطول، ما انت عارف هي طولها قد كده وبتقول لي ابنها قصير، اقول لها ايه؟ اه بالظبط كده. اه طب بصيتك قد ايه؟ قالت لي قد كده. تقول لها ايه بقى؟ ممكن تقول اللي انت عاوزه بقى. في الوقت ده هو ده فاميليار شورت ستيتشر، اب قصير ام قصيره ابنهم هيكون قصير، وده فاميليار. ايه رايك في المينتاليتي بتاعته؟ كويسه. بيوبرتي بتاعته كويسه، مفيش
اي مشاكل في القصه ديت حتى البون ايج بتاعه كويس. بس في نوع تاني من الشورت ستيتشر اسمه كونستيتيوشنال، هيعدي عليك هتلاقي ولد مثلا في الاعدادي او كده جاي بيشتكي ان هو اقصر واحد في الفصل، وكمان لغايه دلوقتي ما دخلش في بيوبرتي، ولا عنده بقى ولا شنب ولا دقن ولا صوته اتغير ولا الحاجات ديت، لدرجه ان زمايله بيضايقوه ويقولوا ان انت مكانك اساسا مش معانا، وايه اللي جابك هنا اساسا، المفروض تكون مثلا سنه قبلنا او كده. بتشوفوا القصه دي بتتشاف، وبعد كده العيال دي بتكبر وبتبقى قد زمايلها. هسال بقى سؤال وركز فيه، هل لما ربنا خلى الولد ده قصير وكمان عمل له ديليت بيوبرتي دي حاجه ميزه ولا عيب؟ انه خلاه بالاضافه الى ان هو شورت يكون عنده ديليت بيوبرتي دلوقتي، دي ميزه ولا عيب؟ ميزه. اصل لو هو دخل في بيوبرتي وهو صغير او هو قصير هيبقى ايه؟ هيبقى قصير وهو ادلت. عشان كده هسال سؤال برضو مهم قوي، الناس البريكوشس بيوبرتي بيبقوا ايه؟ طوال ولا قصيرين؟ قول لي كده. لا، هو بيبقى طويل دلوقتي بس يقفل بدري، ويبقى وهو كبير قصير. يبقى هيبقى طويل وهو صغير، قصير وهو كبير. حد يقدر يقولها؟ قولها كده، قولها. قصير ايه وطويل ازاي؟ ما تقولها بالعربي، لا بالانجليزي بتبقى صعبه بصراحه. هو بيبقى قصير طويل وهو صغير، قصير وهو كبير. ودي الحاجه اللي ما بين الولد والبنت، مين اللي بيدخل في بيوبرتي بدري عن التاني؟ البنت. وبالتالي تبص تلاقي ان هي ماشيه مع الولد كده، قامت عند مرحله معينه ايه اللي جرى؟ الطول زاد وبقى الولد لسه قد كده، تمام؟ وبعدين الولد بقى يتضايق خالص ويقعد ويكتم جوه، فاهم قصدي؟ ويقعد يطول 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 ولغايه ما يبقى هنا، لانه كان دخل في بيوبرتي في المتوسط اقل او متاخر عن البنت بحوالي سنه او سنتين، بس هيبقى الادلت هايت بتاعه اطول من البنت. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان في كونستيتيوشنال شورت ستيتشر، ودولت بيبقوا وهم صغيرين قصيرين بس نورمال لما بيبقوا ادلت عندنا. يبقى دولت اهم سببين للشورت ستيتشر اللي موجوده. اسال بقى بناء اللي انا قلته ده، هو الشورت ستيتشر الكونستيتيوشنال بيعدي فتره يبقى قصير وبعد كده بيكاتش اب. السؤال هنا، الولد ده هو فاميليال ولا كونستيتيوشنال شورت ستيتشر؟ الدوائر الحمراء دي هو طول الوقت تحت المنحنى، فاميليال ولا كونستيتيوشنال؟ فاميليال، تمام، فاميليال شورت ستيتشر بالظبط. طيب انما ده بص كان قليل وبعدين عمل ايه بالدوائر النقط الحمراء اللي قدامك؟ ام كاتش اب وام رجع تاني النورمال رينج اللي موجود. يبقى ده كونستيتيوشنال ولا فاميليال؟ كونستيتيوشنال شورت ستيتشر. وكده احنا بنتكلم على اهم حاجه فيما يخص اللي هي الهايت واهم اسباب للشورت ستيتشر. قبل ما اسيب الشورت ستيتشر بقول لك انه من اهم الاسباب للشورت ستيتشر في البنات اللي هي تيرنر، لازم يو شودنت مس ان تبقى تيرنر وان اوف ذا كروموزومال ابنورماليتيز اللي موجوده اللي بتخلي البنت تكون قصيره. هل هناك علاقه ما بين حجم المخ والكوجنيتيف فانكشن والانتلكشوال فانكشن وكده؟ ايه رايكم؟ كلما زاد حجم المخ كلما كنت انت ذكي او نبيه او كده؟ اكيد لا، ملهاش علاقه بالقصه ده. هي عارفين اكتر حجم مخ في الكائنات الحيه هو مين؟ ها، اكتر وزن المخ بتاع الانسان كام؟ وزن المخ بتاعك بتاعي تقريبا كام؟ حد عارف؟ ألف وكام؟ ونص؟ واحد ونص؟ من واحد وثلاثة تقريبا لواحد وأربعة تقريبا كيلو جرام. أكتر مخ حجما هو بتاع الويلز الحوت، أقل من تقريبا 8 كيلو أو 9 كيلو. الفيل وزن المخ بتاعه 5 كيلو، الدولفين كيلو ونص، كيلو وسبعة. يبقى أنت بتتكلم هل هي ريليتد للحجم؟ الإجابة لا. يعني ده الكومباريزون ما بين الحجم او الوزن بتاع الحوت وبتاع الانسان اللي موجود عندنا. طبعا هل الويلز سمارتر ذان هيومنز؟ اكيد لا. مين ده؟ اينشتاين. مات 55 على فكره، ماشي. قال حاجه كده وهو عايش طبعا، قال انسيستد انه هيعمل بوست مورتم للبرين بتاعه. تخيلوا لقوا البرين بتاعه قد ايه؟
كيلو 200 وكم؟ بين 30. بس لقوا حاجة يعني ده تقريبا في اللو افريج، اقل شوية من مخ ناس كتير عندنا. بس لقوا ان الريجنز اللي ليها علاقة بالنيوميريكال والسباتشيال بروسيسنج اكبر، وقالوا ان في الجاليال تيشوز او السيلز اللي موجودة عندي اقل، وبالتالي انت بتتكلم it is not related، وده المخ بتاعه على فكرة ده not related to the absolute weight، ولكن هو related لل حاجات اللي موجودة عندي الفانكشنز اللي موجودة. سؤال محرج، مين اللي مخه أكبر؟ راجل ولا ست؟ ها؟ أكيد الست بتقول لك. ماشي، مين إيه رأيكم؟ ده الحجم يا جماعة، الفرق ما بينهم. حجم مخ الراجل أكبر، وزنا أكبر، يعني ده لو في المتوسط كيلو 400، دي في المتوسط كيلو 300 تقريبا. ولكن الحقيقة وده حاجة يعني بس دي حقيقة، يعني لما عملوا دراسات للقصة ده هي تلاقوا ان في الجري ماتر اكتر في الفيميلز، تمام؟ ابسوليوت ويت هيبقى اكتر في الرجالة، ولكن الجري ماتر هتبقى اكتر في البنات. جري ماتر هي السيل بوديز، وهي القصة اللي موجودة عندي. المقدمة دي للكوجنيتيف ديفلوبمنت بتاع الاطفال اللي احنا بنتكلم فيها في حاجات معينة، عشان احد المسجز المهمة ان انت تعرف هل البيبي اللي قدامك ده ديفلوبمنتالي كويس ولا لا. واهم الحاجات الحركية اللي الطفل بيكتسبها ان بيقدر يعمل هيد سبورت في المتوسط عند 3 شهور، وبيقدر الطفل يقعد تقريبا 5-6 إلى 7 شهور الاول والسبورت، بعد كده وذاوت سبورت. الوقوف بتاع الطفل تقريبا عند رقم 10، افتكرها برقم 10، واحد كده واقف، بيمشي تقريبا عند سن 15 شهر اللي هي سنة و3 شهور. الارقام اللي عندي دي هي الافريج ايج اللي انت بتكتسب فيها المهارات. ولكن عاوز اقول لكم ان في حاجه يا جماعه مهمه وانا عاوزك تعرفها كويس قوي، اللي هي الليمت ايج. امتى تقول ان الطفل ده متاخر؟ وده مهم قوي وانت في عياده في مستشفى في حاجه زي كده تلقط الطفل ده. هو قال لك الهيد سبورت بنسمح له لغايه 4 شهور، السيتنج بنسمح له لغايه 9 شهور، بس مش ده المتوسط، هتبدا تقلق لغايه هنا. الستاندنج المتوسط 10 بس بتقبل لغايه 12 شهر. الووكينج امتى تقول ان الطفل ده عنده ديليد ووكينج؟ تقوله لو هو عدى السنه ونص. يبقى ده الليمت ايج. يعني ايه الليمت ايج؟ اللي هو لو تخطاه ده محتاج بروبر اسيسمنت، تمام؟ يبقى في فرق ما بين الليمت ايج والافريج او الميديان ايج بتاع الديفلوبمنت بتاع الحاجات المختلفه. الطفل يستطيع ان يحرك راسه يمين وشمال ويفولو الاوبجكتس عند سن شهر، وبيقدر الطفل ده هو يمد ايده عشان يمسك حاجة عند 4 شهور تقريبا، ويقدر يعمل بالمر جراسب. يعني ايه بالمر جراسب؟ يعني يمسك الحاجات بكف ايديه كده عند 6 شهور. وهتلاقي لكم صور وانت عند 6 شهور وبتاكل لوحدك. هو ممكن طفل عند 6 شهور ياكل؟ هو بيقدر يقعد، احنا قلنا، ويقدر يعمل كده البالمر جراسب ويحط الحاجة هنا. بس طبعا هتلاقي كده اللغوصة والحاجات والقصص اللي موجودة عندي، ولما يكتشف ان البق بتاعته بعد كده يمسك الحاجات ما بين صوابع مش بكف الايد، اسمها بينسر جراسب عند 10 شهور. يستطيع الطفل ان ينقل حاجه من ايد لايد عند سن 7 شهور. دي احد الحاجات اللي تفرق معاك وانت بتاسس الطفل، سواء كان قريبك او عيانك او حاجه زي كده. والليمت ايج بتاع الكلام ده هو برضه ليه ليمت ايج مهم. ما ينفعش ان انت تعدي 3 شهور بدون ما تقدر تتابع اشياء بعينيك. ما ينفعش ابدا ان انت تعدي 6 شهور بدون ما تقدر تعمل اوت 3 او ريتش اوت 4 اوبجكتس. ما ينفعش ان انت لغايه 8 شهور ما تعملش البالمر جراس، او لغايه سنه ما تعملش البنسر جراس. اذا انت متاخر في البنسر جراس بعد سنه، يبقى انت عندك حاجه اب نورمال اند ذس شود بي انفستيجيتد. يبقى الايرلي ديتكشن اوف اني ديفلوبمنتال ديلي از فيري امبورتنت. بعض الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنأسس بيها الأطفال يا جماعة، إن احنا نديله قلم ونقول له ارسم، ويستطيع الطفل إن هو يرسم خط مستقيم عن سن شهرين، عن سن سنتين، ويقدر يرسم لك دايرة عن سن 3 سنين، ومربع أو كروس كده عن سن 4 سنين، ومثلث عن سن 5 سنين. أنا دايما بحفظها عند 3 سنين الدايرة، وعند 5 سنين المثلث، يعني عكس. يبقى واربعة عند اربعة، 4 سنين يقدر يرسم مربع. ده الافريج فور الديتكشن، هل الطفل ده هو شغال ديفلوبمنتالي كويس ولا لا. يقدر يقول الطفل بابا وماما
ويقدر يبقى عارف اسمه تقريبا عند 10 ل 12 شهر، يقدر يعرف يعني ايه كلمه اه ويعني ايه لا. بعض الناس هم بقى نو ولا، يبقى هو فاهم ان الحاجه دي اللي بيعملها غلط. يبقى دي ديفلوبمنتالي هاو تو اسس البيشنت بتاعك ده ديفلوبمنتالي. حد يعرف البتاع دي ايه؟ ايه دي حد يعرفها؟ بتقيس السايز بتاع التستيكلز بالظبط للبيوبرتال اسيسمنت. ما دي برضو محتاجه اسيسمنت، دي اسمها برادر اوركيدو ميتر. عباره عن ايه؟ عباره عن جاب حاجه اليبسويدز كده كتيره وقعد يقارن حجم التستس بالايه، بالحاجات اللي موجوده عندي، وخلى اللي لونهم اورنج دولت الادلت سايز، ولونهم اسود الصغيرين خالص دولت اللي هم بري بيوبرتال، واللي هم لونهم جراي دولت اللي هم في وقت البيوبرتي، عشان كده اسمه برادر اوركيدو ميتر. وبنقدر نعمل اسيسمنت للبيوبرتي، بنقول البيوبرتي عندنا في الاولاد من 9 ل 14 والبنات من 8 ل 13. 13 ده الفرق في السن في البيوبرتي بين الاولاد والبنات، ودي من الحاجات المهمه هاو تو اسيس. السؤال بقى اللي بعد كده هنتكلم على بعض البرزنتيشن. لو انا عندي طفل مثلا او شخص عمل تحليل بول وطلع فيه بروتين 1 بلس، وات از يور اسيسمنت؟ انت عملت تحليل بول وطلع في تحليل البول وجاب واحد البروتينز 1 بلس، ايه رايك؟ هتعمل كورتيزون ولا حاجه؟ هتسيبه خلاص؟ هتعيد؟ هتهايدريت ازاي؟ هتسال على حاجات، وهنعدي دلوقتي اسيسمنت الطفل عنده بروتينوريا، عنده هو اديما ولا لا، عنده سيمتومز ولا لا. وعاوز اقول لك ان في عندي انتيتي مهمه جدا دورك ان انت تعرفها سواء تاخد بطنه او اطفال، اسمها ترانزينت بروتينوريا. يعني ايه ترانزينت بروتينوريا؟ حاجه مؤقته، مع الفيفر تحصل، مع الدي هايدريشن زي ما الدكتوره قالت تحصل، مع الاكسرسايز تحصل الحاجات، مع الكونفولشنز، مع كل الحاجات دي ممكن تعمل لي ترانزيانت بروتينوريا. واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هي اسمها اورثوستاتيك بروتينوريا. يبقى انت لازم تسال الطفل ده، الام، احنا عملنا التحليل ده بالنهار ولا بالليل؟ كان عامل مجهود ولا ما كانش عامل مجهود؟ لان الاورثوستاتيك بروتينوريا دي بتحصل بعد المجهود. يعني لو انا قعدت اعمل مجهود بقى لي صاحي من الساعه 6 الصبح وعملت التحليل الساعة 12 واحدة الظهر، هتلاقي فيه، يمكن تلاقي فيه بروتينز. إنما لو أنت نمت النهاردة وجيت الصبح الساعة 6 صحيت وعملت تحليل البول، هتلاقيه نظيف تماما. دي اسمها إيه؟ اسمها بوستشرال بروتينوريا أو أورثوستاتيك بروتينوريا. وعاوز أقول لكم إن هي وان أوف ذا كومنست كوزس أوف بروتينوريا في كل الناس، اللي هياخد بطنة واللي هياخد أطفال. فلو سمحت لما تيجي تأسس البروتين إن يورين، يكون العيان بعد فترة نوم، بعد فترة عدم اكسرسايز، لانه طبيعي جدا بعد الاكسرسايز يكون عندك هيماتوريا وبروتينوريا. اسم القصة دي اسمها ايه؟ اسمها بوستشرال او اورثوستاتيك بروتينوريا، ومبيبقاش عنده اي حاجة غير البروتينوريا. سببها ايه؟ سببها ان الليفت رينال فين بيبقى مزنوق ما بين الاورطة من وراه وما بين السوبيريور ميزنتريك ارتري من قدام، وبالتالي بيضغط على الليفت رينال فين فيزود لك ال كابيلاري بريشر داخل الكليه، فتبدا انها ترشح لك حاجات اللي من ضمنها الار بي سيز والبروتينز، وبالتالي تعمل لي هذه الفكره. طيب، ناس بيجي لهم بقى اديما، ايرلي مورنينج اديما، والايرلي مورنينج اديما ده هي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. هو اول حد واول دكتور بيروحوا له ايه؟ صدقني دكتور الرمى كتير من المرات. هو ايه اللي تعب الولد؟ عينيه مورمه. مين اللي مر؟ عينيه. يبقى روح لمين؟ دكتور رمى. وللاسف دكاتره الرمد بيبقى كل حياته تقلصت ان هو بيشوف العين بس، ما بيشوفش حاجه تانية، تمام؟ في كتير من المرات، مش دايما طبعا. ودكتور الرمد هيشخصه ايه للاسف؟ هيشخصه ان هو كونجنكتيفايتس، رمد ربيعي خريفي، واتيفر الحاجه اللي موجوده. هيتحسن الطفل اللي عنده اديما انت ايرلي مورنينج وفش في نص النهار؟ مش هيتحسن على الحاجات ده هي، ويبدا الموضوع يزيد. وكان المفروض ان انت تشخصه من الاول الحقيقه ان انت تعمل تحليل بول، وفي تحليل البول الدقيق لمعرفه هل العيان ده نيفروتيك سيندروم ولا لا، بنعمل يورين اناليسيس عادي بس تو اسيس البول بتاع البروتين في البول، بنعمل بول 24 ساعه. الكلام ده قل كتير قوي، وما بقاش حد يستخدم بول 24 ساعه. ليه؟ ايه رايكم ليه؟
صعب ان انت تجمع بول 24 ساعه، بالذات لو الطفل ده مش كونتيننت. فاصطعدنا عنده بالبتاعه دي بحاجه اسمها يورين بروتين تو كرياتينين ريشيو. ات از ا سنجل راندوم سامبل بتتاخد الصبح. لو الرقم بتاعها ده هو طلع عالي اكتر من 2، يبقى ده معناه ان هي نيفروتيك رينج بروتينوريا او هيفي رينج بروتينوريا. اصليه الطبيعي تكون اقل من 0.2، ولو كانت اكتر من 0.2 اب تو 2 يبقى هي بروتينوريا، بس لا ترقى ان انت تسميها نيفروتيك رينج بروتينوريا او هيفي رينج بروتينوريا. امال تسميها ايه؟ سميها بروتينوريا بس. طب لو اكتر من 2 يبقى دي هيفي رينج بروتينوريا او نيفروتيك رينج بروتينوريا، اللي هي واحده من الاربع اركان بتوع تشخيص النيفروتيك سندروم. خلي بالك دكتور الاطفال مرات يشخص النيفروتيك سندروم غلط، يشخصه ان هو ايه؟ الرجي. يقول لها ده في حاجه قرصاه، نحله، نمله، حشره، اي حاجه من الحاجات دي، وللاسف يدي له ايه؟ لما يقول لك ان انت عندك الرجي هيدي لك ايه؟ كورتيزون. ولما نيجي نقول له ان انت غلطت في التشخيص وشخصت العيان اللي هو نيفروتيك سندروم ان هو الرجي، يقول لك يعني انت كنت هتدي له ايه؟ كورتيزون. طب ما انا اديت له كورتيزون، بس ارد عليه واقول له ايه؟ ولا الدوز ولا الديوريشن بتاعه علاج الحساسيه زي علاج النيفروتيك سندروم. ده احنا لازم نعالج النيفروتيك سندروم كام اسبوع كاملين؟ 4 اسابيع، شهر كامل، من الفول دوز الستيرويدز اللي هي 2 ملي جرام بير كي جي بير داي. يبقى انا دلوقتي مهم، وقلت لك الديفرنشال دايجنوزيس بتاعي، قلت لك ان هي مش اورثوستاتيك او بوستشرال، وقلت لك ان هي مش الرجيك، ودلوقتي بقى عندك ان انت هتعالج النيفروتيك سندروم، ويجوز ان العيان الشخص اللي هو متدرب شويه يعالج النيفروتيك سندروم بكورتيزون على 2 ملي جرام بير كي جي بير داي ديفايدد 3 مرات في اليوم بعد الوجبات لمده شهر كامل. العيان هيستجيب. بس انا اقول لك وتقول لي كده، عينيه هتبطل تورم ولا لا؟ هتبطل. بس ايه رايك في الخدود بتاعته؟ هتزيد قوي، الخدود هتبقى باينه قوي، مكلبزه جدا قوي بسبب الايه؟ اليوز اوف ذا ستيرويدز. طيب بندي الشهر كامل، ولو في نهايه الشهر ما استجابش هنقول لازم الكورتيزون ده هوت، هنقول ان هو ستيرويد ريزيستنت، ولازم الكورتيزون اللي انت بتديهوله يبدا يقل، ولازم تدخل حاجه مع الكورتيزون بره السكوب بتاع المحاضره بتاعتنا زي السايكلوسبورين، ولازم هتعمل له رينال بايوبسي. رينال بايوبسي. يبقى هنا ده الابروتش للعيان اللي عنده بروتينوريا. يبقى مش اي عيان عنده بروتينوريا هتقول عليه نيفروتيك، ده صح، ومش اي عيان مورم هتقول ان عليه نيفروتيك، بس لازم ان انت تنفستيجيت. واهم انفستيجيشن هتعملها، محدش يطلب بول 24 ساعه، بنطلب يورين بروتين تو كرياتينين ريشيو، ده اللي انت بتطلبه، ولانها ريشيو ملهاش يونت، ملهاش تمييز. قلنا في القصه ديت الاورثوستاتيك بروتينوريا، وقلت لك خلي بالك منها. ده نيفروتيك سندروم بصور مختلفه من الإديمة زي ما انتم شايفين، ومش بالضروره تكون سيمتريكال. مرات يبقى العين اليمين مثلا مورمه عن العين الشمال، ده بوستشرال ريليتد للنوم. نفس الكلام بالشكل ده، مرات عينيه مش قادر يفتحها، تمام. وهاو تو ليست الإديمة. بس ايه رايك، دولت إديمتس ولا لا؟ ده السؤال. دولت عيال مورمين ولا لا؟ ولا كوشينويد؟ ايه رايك؟ بص حوالين العين، اذا كان حوالين العين مورم يبقى دي إديمة، اما لو كانت الخدود مكلبزه وتخينه كده يبقى دي ايه؟ كوشينويد، زي كوشنج بس بسبب اعطائك للكورتيزون فبيسموها كوشينويد. يبقى ده إديمتس ولا كوشينويد؟ الصور اللي قدامكم دي دولت كوشينويد فيشز اللي موجوده. مين اللي كوشينويد ومين اللي إديمتس في الصوره دي؟ واضح، ده اللي على يمينك ده كوشينويد، واللي على الشمال ده نيفروتيك سيندروم، تمام. يبقى اول يورينري سيمتوم قلتها بروتينز، هاو تو اسيس وهاو تو ابروتش ان جنرال يو تي اي. سامع؟ يونيلاترال لو انت نايم على جنبك اليمين هتبقى مورم يمين اكتر، لان خلي بالك الإديمة دي ممكن تبقى ايه؟ تبقى هي ميه بتتحرك، بدليل انها الصبح بتبقى موجوده وبعد الظهر بتروح فين؟ بتفش، بتقل. فلو انت نايم على جنبك اليمين هتصحى تلاقي عينيك اليمين مورمه، الشمال العكس، نايم على وشك الاثنين. ايه؟ طبعا في اسباب للجنراليزد إديمة، بس بصراحه بتبقى واضحه قوي في النظري. قبل ما انت تبقى دلوقتي دكتور امتياز كانوا هيقول لك نيوتريشنال إديمة وهيباتيك وكاردياك والورجيك وبروتين لوزنج انتروباثي، ولكن الموضوع بيبقى واضح جدا. اصل الهيباتيك ده بيبقى جوندس في كتير من المرات، وعنده هيباتوميجل،
صغير وعنده باد نيوتريشنال هيستوري، الكاردياك اساسا بيبقى بينهج، بيبقى بيتكلم عن نفسه. انما الاديما اللي ممكن ما بيبقاش ليها اعراض واضحه قوي قدامك كده هي الرينال اديما اللي احنا بنتكلم عليه. ارجع تاني لليو تي اي، از ات كومن اليو تي اي ولا لا؟ اولاد ولا بنات؟ 5% وفي بعض السيريز اب تو 10% من الاطفال يكون عندهم يو تي اي. اولاد ولا بنات؟ ايه رايكم؟ بنات اكتر طبعا، والنسبه 8 او 10 الى 1 بعد السنه الاولانيه. السنه الاولانيه، في السنه الاولانيه الاولاد بيبقى لهم يو تي اي اكتر. ليه؟ حد يقول لي سببين. انا عاوز سببين. عشان السيركمسيجن مرات بيتاخر شويه، والسيركمسيجن معروف انه بيقلل لك احتمالات اليو تي اي بنسبه 10 الى 20 مره. فبالتالي احنا بننصح بالسيركمسيجن اون ساينتفك ميديكال بيزس. تمام؟ يبقى احنا بنعمله، بنحاول نعمل السيركمسيجن بدري. انما بعد السنه الاولانيه بيبقى بنات اكتر متاثرين. اليو تي اي في الادلت مش خطيره قوي، بيجي لها شويه حرقان ومش عارف ايه وخدتوها في النساء. انما عندنا في الاطفال الفيبرايل يو تي اي ده هي مهمه جدا وسيريس، وممكن تعمل لي حاجه اسمها رينال سكارينج. خلي بالك ان اهم سؤال، ودي اكتبها عندك، مهمه جدا جدا جدا، ان اي حد عنده سسبكتد يو تي اي لازم تسال على الحراره، فيفر، لانه في فرق ضخم جدا ما بين السيستايتس اللي هي يورينر لوور يو تي اي والبايلونيفرايتس اللي هي الابر يو تي اي، واهم فرق ما بينهم الفيفر. السيستايتس يا جماعه بالرغم انها انفلاميشن في البلادر مش معاها فيفر، انما البايلونيفرايتس معاها فيفر. طب فيفر دي تعبر عن ايه؟ كلينيكال ماركر اوف رينال بارينكيمال انفولفمنت، اللي هي تسيب لي في الاخر حاجه اسمها رينال سكارينج. ورينال سكار هو اللي هيدخلك بعد كده في رينال امبيرمنت وهايبرتنشن. وبالتالي اهم سؤال هتساله هي الحراره عشان تفرق ما بينهم. اي حد عنده حراره لازم تعمل له يورينري تيستينج، لازم تعمل يورين تيستينج لاي واحد عنده فيفر وذوت فوكس. للاسف وانت هتطلع دلوقتي في الحياه وهتجيلك الام بتشتكي من ايه؟ الام بتشتكي ان الطفل سخن، هتعمل ايه؟ قول لي كده الحاجات اللي انت تخيل ام داخله بابنها السخن ده هتعمل ايه؟ هتكشف بالسماعه وتشوف صدره وقلبه وبعدين تعمل ايه؟ الثروت. اه مين منكم بيعرف يشوف الثروت اكزامينيشن؟ ارفع، انا مش شايفكم بس عادي ارفع ايدك. ماشي، في نسبه اهو. طب مين ما بيعرفش ومش متضايق يقول انا ما بعرفش اشوف ثروت اكزامينيشن؟ اشكرك اشكرك، كويس قوي. للاسف في بعض الدكاتره اللي هم شغالين كويس قوي يدخل جوه زور العيان، تمام، وحط الخشبه اللي بيحطها دي ومش شايف حاجه، ده هو مش شايف غير اللسان. وبعد ما يطلع من زور العيان يقول للام ايه؟ عنده احتقان في الزور، ويديله ايه؟ مضاد حيوي. طب هو شاف حاجه؟ لا، بس هو حواره مع النفس لما كان جوه، طب اطلع اقول ايه للست دي؟ اقول لها بيسخن ليه؟ اقول لها بكده بيسخن وخلاص؟ ما انا دكتور، ما انا لازم اقول لها. طب انا ما شفتش يا عم، مش مشكله، اصل يعني كبيره هيبقى ايه؟ فارنجايتس، تونسيلايتس، ما تديله خلاص ايه؟ مضاد حيوي. ولو تعرف المضاد الحيوي ده بيعمل قد ايه في حاجات وبيعمل وبيسوي وي وي وي، احنا لازم نرشد استخدامنا للمضاد الحيوي. اللي ما بيعرفش يشوف الثروت لازم يشوف الثروت كويس. وكتير قوي من الناس يا جماعه ما بيبقاش شايف اي حاجه خالص، ولا يحط بتاع الاوتوسكوب في الودن وما يبقاش الاوتوسكوب. انا اعرف واحد كان في عيادته عنده اوتوسكوب بدون بطاريه لمده شهر بس بيستخدمه، ما فيهوش نور بس هو بيحط. طب هو بيحطه عشان ايه كده بقى؟ عشان شكل اجتماعي يعني، ما انا شفت ودنه، هو ما شافش حاجه طبعا. طب ايه رايك لو كان عنده؟ يبقى دي من النقط المهمه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. اي طفل، وياما قصص كتير تقول لها الام دي المره الكام اللي يسخن؟ ده المره العاشره. وبتروح للدكاتره يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك انه عنده فارنجايتس، وفي الاخر يطلع يو تي اي، يطلع يو تي اي. يبقى الرساله اللي انا عاوز اقولها لك لما تشتغل، اي حد عنده فيفر وذاوت فوكس لو سمحت اعمل له يورين تيستنج. واليورين تيستنج يعني هتعمل ايه؟ هعمل يورين اناليسز، هتلاقي فيه صديد في البول، بايوريا. السنسيتيفيتي بتاعتنا 70% يعني بتمس 20-30%، بس مش يعني شغال برضو مش بطال.
ان انت تعمل يورين اناليسيس. بس مين الادق من اليورين اناليسيس؟ اليورين كالشر. واليورين كالشر يا جماعه فور الكونفيرميشن. انت هتعملها ازاي؟ قول لي كده النصيحه اللي انت لازم تعرفها سواء دكتور نساء او اطفال او بطنه لواحد هيعمل دلوقتي يورين كالشر، هتقول له يعمل ايه؟ ايه ميد ستريم؟ يعني ايه ميد ستريم يا دكتور؟ هيعمل ايه يعني؟ وهو بيعمل الحمام نحط الكوبايه بيغسل الجينيتاليا بميه سترايزنج ايجنت او كده، ونقوم حاطين الكوبايه في نص الستريم وهو بيعمل، ونشيلها قبل ما يكمل البول لاخره. دي اسمها ميد ستريم. طب ليه ما ناخدش من اول البول وهو نازل؟ لان البول وهو نازل بينزل لك حاجات قدامه كده، فاحنا بنعتبر الشويه اللي نزلوا في الاول كانهم بيغسلوا الدنيا. ده ميد ستريم. بس في الاطفال الصغيرين خالص هتقدر تعملها؟ لا مش هقدر اعمل الميد ستريم ده. هي فبعض الناس بيقول لك ايه، بتجيب البيبي الصغير ده نرضعه ونبقى الاب ماسك الكوبايه والام معريه الواد والمش عارف ايه، واول نقوم مصطادين الايه البول وهو بيطير كده، تمام. وبعض الناس قال لك طب ما اسهل تركب قسطره. بس ريمبر ان القسطره حاجه انفيزيف، لما بنخير الام ما بين انها تفضل واقفه بالواد كده لغايه ما يتكرم ويعمل حمام بدل ما نركب له قسطره، غالبا بتختار ايه؟ لا يا دكتور هفضل واقفه له كده وابوه معاه ونفضل حاطين الكوبايه، واول لما يعمل نفتح الكوبايه وناخد البول ده هو. وصدقوني بتتعمل في الاطفال عمر شهور وحاجات زي كده. لما تعمل يورين كالشر ما ينفعش المعمل يجيب لك اليورين كالشر بدون اورجانيزم وبدون كولوني كاونت. امال احنا كنا بندرس الكلام ده في الميكروبيولوجي ليه؟ عشان يقول لك ان الكولوني كاونت اكتر من 100,000، يبقى الرقم هو اكتر من 100,000. اقل من 10,000 ده بتعتبره كونتامينيشن، وحتى اقل من 100,000 بدون سيمتومز بتعتبره برضه كونتامينيشن. الكولوني كاونت مهم، ولو عمل الطفل العينه دهيت وقت الفجر حيث لا يوجد معامل هتستقبل العينه دي، يجوز ان انت تحط عينه البول في الثلاجه، تحطها في التلاجة، تكتب عليها ان ده بول وتحطها في التلاجة، تمام. ما انت عارف مين بتقلق الفجر تعمل تشرب اي حاجة ولا بتاع، تمام. يبقى هتبقى عارف ان ده يورين سامبل موجودة عندنا. بنقول يا جماعة اي يو تي اي، دي الرسالة اللي انا عاوز اوصلها لك، اي فبرايل يو تي اي according to the NICE guideline. NICE guideline دي اللي هي بتاعت الجايد لاين الاوروبية بتاعت انجلترا، بتقول ان اي يو تي اي وميكس مع الامريكان كمان، اي يو تي اي فبرايل يو تي اي لازم ان انت تعمل لها انفستيجيشن بسونار. اي يو تي اي فبرايل لازم سونار، اي يو تي اي فبرايل لازم سونار. طيب قول لي الاعراض اللي موجوده بتاعت السيستايتس. حد كده يقول لي لو انا عندي سيستايتس يعني انفلاميشن في اليورينري بلادر هعمل ايه؟ ايه الاعراض اللي عندي؟ فيفر؟ لا مفيش فيفر. امال عندي ايه؟ اروح كتير، اسمها فريكوانسي، وابقى مزنوق قوي للمحاضره مثلا قدام، لا لازم ادخل الحمام دلوقتي، اسمها ايه؟ ارجنسي. ويمكن وانا قاعد يسيب عليا نقطه اسمها انكونتيننس. انكونتيننس وسوبرا بيوبيك بين وديسيوريا يعني بينفول ميكتيوريشن. دي الاعراض بتاعت مين؟ السيستايتس. واكتر ناس بيجي لهم السيستايتس هم البنات في المدارس. ليه بيجي لهم كده؟ حد يقدر يستنتج ليه؟ ايه ما بيستخدموش الحمام، بيفضلوا زنقين نفسهم قوي تمام لفترات طويله، وفي تدخل الحمام تلاقي الحمام زي الزفت، تقول لك انا مش هدخل تمام، وتفضل زنقه نفسها. وهتلاقي اخواتنا وبناتنا ومش عارف ايه اول لما بيجوا بقى من المدرسه بيعملوا ايه؟ اول حاجه بيعملوها صباعها على جرس الباب على طول لغايه ما الباب يفتح، الجزمه في الهواء، الشنطه في البتاع، تدخل الحمام ما تقفلش على نفسها لغايه ليه؟ ده زنقه نفسها بقى لها 3-4 حصص، تخيل. ودولت البنات اللي هيجي لهم يو تي اي. يبقى النصيحه اللي انت تقولها للامهات لو سمحتي وانس ان في ديزاير تعملي ايه؟ تروحي الحمام. وبالتالي الاحرى على تاب على لاب على موبايل على بتاع، ما زنقش بقى نفسي، وتلاقي الحركات بقى اللي موجوده رجل على رجل ومش عارف يقعد يزنق في نفسه يعمل ايه اصله كده. والاوحش من كده ان يدخل الحمام يعمل ايه؟ نقطتين ويجري عشان يكمل اللعبه اللي كانت موجوده. وانس فتحت المجرى ده لازم ان انت تفضي البول حتى اخر ايه قطره موجوده. اليو تي اي دي الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نبريفنت فيها القصه. هتعمل سونار لاي حد عنده يو تي اي، لان ممكن يطلع ريفلكس اللي ممكن في بعض المرات يتشخص بالسمبل الترا ساوند. ريفلكس يعني ايه؟ ارتجاع في البول، يرجع البول
ما بين من المثانه الى اليوريتر او الى الكليه. شايف دي درجات مختلفه، ركبنا قسطره، حقنا صبغه، الصبغه طلعت لليوريتر او طلعت للكليه زي ما انت شايف، او عملت دايلاتيشن في الصوره اللي تحت دهيت. ده اسمه فيزايكو يوريتريك ريفلكس، بنحاول ان احنا نشخصه لانه قد يكون ليه تدخلات جراحيه. الصوره اللي على ايدك اليمين مهمه جدا جدا، شايف البلادر؟ شايف اليوريثرا؟ السؤال، اليوريثرا دايليتد والله يا دكتور الجزء الاولاني منها اللي اسمه البوستيريور يوريثرا دايليتد، اما باقيها نورمال. اذا كان هناك دايلاتيشن في جزء ونورمال سايز في جزء تاني، يبقى معنى ان كده في هنا ايه، حاجه قافله الفلو. الحاجه دي حد يعرف اسمها؟ اسمها بوستيريور يوريثرال فالف، صح وغلط؟ بوستيريور يوريثرال فالف بيحصل اكتر في الاولاد، صح ولا غلط؟ صح في الاولاد اكتر ولا البنات اكتر؟ اونلي في الميلز. زي ما بسال سؤال، بروستاتيك انلارجمنت بيحصل اكتر في الرجاله الكبار ولا الستات الكبار؟ اكيد في الرجاله الكبار، بس مش اكتر. بوستيريور يوريثرال فالف ده يا جماعه من الحاجات اللي بقت تتشخص من امتى؟ بتشخص في بطن الام. في بطن الام بيشخصوا ازاي؟ خلي بالك، هو بول الطفل ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمل الامنيوتيك فلويد. يا يعني البيبي في بطن امه بيعمل بول؟ والبول اللي في بطن الام ده نظيف ولا مش نظيف؟ فيري نظيف وسترايل وزي الفل، تمام؟ عشان كده الولد اللي عنده بوستيريور يوريثرال فالف هيبقى عنده اوليجو هيدرامنس ولا بولي هيدرامنس؟ اوليجو هيدرامنس. والامنيوتيك فلويد اللي انت عملته في البول بتاعك وانت في بطن الام بتعمل فيه ايه؟ بيتصرف ازاي؟ بتشربه، ومفيد جدا. مفيد جدا لمين؟ لللنج. لان انت لو ما عندكش البول ده اللنج هيبقى عندها هايبوبليزيا، تمام؟ معايا يا جماعه؟ بوستيريور يوريثرال فالف نسبه كبيره، لان اول نقطه بول الكليه بتعملها في حياه الطفل في بطن الام عند الاسبوع رقم 12، اول نقطه بول، تخيل. وبالتالي حتى لو انت شخصت البوستيريور يوريثرال فالف اول لما الطفل ده اتولد، فانت مشخصه متاخر قوي. ليه؟ لان بقى له 9 شهور ولا مقرب على كده، حوش شويه، هيعمل شويه ويبقى شويات، فيبقى عنده هيدرويوريتر بايلاترال وهيدرونيفروزس بايلاترال وديستندد يورينري بلادر. الولد ده لو ما تشخصش في بطن الام يجي يعمل حمام، تبص تلاقي بيعمل حمام يبقى شكله ايه؟ زي حمام الراجل الكبير اللي عنده بروستاتيك انلارجمنت، يعني هيبقى انتربتد ستريم. حد منكم يا جماعه بيكشف على اطفال؟ مين كشف على اطفال قبل كده في عياده وبتكشف على أطفال؟ حد منكم في طفل ولد عليه؟ يرفع ايده. انا مش شايف، بس رفع ايده اهو دكتور. احكي لنا الموقف. كنت بكشف يا دكتور على الواد، وبعدين عشان انا بقى دكتور لسه في بدايه حياتي فايه، فمتحمس قوي، ففتحت الايه الدايبر عشان ابين للام ان انا بشوف كل حاجه يا مدام، كل حاجه. فاول لما فتحت الحفاظه الواد حس يعني بقى كده، تمام؟ بقى مبسوط قوي، فقام عمل حمام. ولان انا لسه دكتور جديد الخبره ما كنتش واخد ساتر ومش فايه، فعمل عليك قد ايه؟ قول لي كده. ها حبه قد ايه؟ انا مش شايفك بس حاول شاور يعني. كان بيشوف وقت السيركمسيشن بيطمن الدكتور فين على اي عضو من اعضائك بقى كده. في الوش هيبقى صعب قوي. المهم، بس على فكره اطمن الدكتور ان الواد ده ما عندوش بوستيريور يوريثرال فالف. الواد ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش ادب وما عندوش دم الحقيقه، بس بغض النظر عن القصه دي، ما عندوش ايه؟ ما عندوش بوستيريور يوريثرال فالف. خلي بالك الناس اللي عندهم الاعراض دي، شايفين دي المننجو مايلو سيل والهيدروكيفالي والحاجات دي، بيكون بنسبه كبيره عندهم فولتي انرفيشن اوف ذا يورينري بلادر، وبيكون عندهم مرات مشاكل في القصه دي نيوروجينيك بلادر، فيكون عندهم ريفلكس ويبقى عندهم يو تي اي. فلو سمحت مش بس تبص على ظهرهم ودماغهم وتعمل عمليه الهيدروكيفالي والمننجو مايوسيل، لا بس خلي بردك بالك من الايه؟ قصه البلادر. كامبيريكال تريتمنت، اللي عنده سيستايتس بندي له الدواء الاولاني كوتريموكسازول، اسمه في السوق ستريم وسبترين ومش عارف الحاجات دي، اهم دواء. في الثاني منه نايتروفيوران، اسمه في السوق ماكروفيوران وحاجات زي كده.
بالنسبه للبايلونيفرايتس غالبا بيحتاج بارنترال سيفترايكزون او سيفوتاكزيم، دي اكتر الحاجات اللي بنستخدمها. فتره العلاج بالنسبه للسيستايتس 3 لـ 5 ايام، بالنسبه للبايلونيفرايتس اسبوع لـ 10 ايام، مرات بنوصل لاسبوعين، مرات بنحتاج ان احنا العيان اللي عنده بايلونيفرايتس نظرا لوجود هاي فيفر ورايجرز وانوركسيا وفوميتنج ونوزيا نحتاج ان احنا ندخل العيان ده ونديله بارنترال انتي بايوتكس ونعلق له اي في فلويدز. وبالتالي دي هاو تو ديفرنشيت between cystitis pyelonephritis. ايه المسج اللي عاوز تقولها لي يا دكتور؟ اي فيبرايل يو تي اي شود بي انفستيجيتد ات ليست بالترا ساوند. تمام، دي الحاجات اللي موجوده عندنا. سؤال، ايه رايكم في الالوان دي؟ دي الوان بول طبيعيه ولا لا؟ طبيعيه. حتى اللون اللي في الاخر ده الاصفر ده، انت بتجيب بول زي ده يا جماعه؟ زي ده انا بجيب بول زي ده امتى؟ الصبح بدري، اصل انا بالليل ما بشربش، ببقى كونسنتريتد، بجيب البول ده وانا صايم لان ما بشربش، وبالتالي يبقى البول بتاعي كونسنتريتد. فلما تيجي الام تقول لك ان لون البول متغير، اتاكد الاول ان هي مش تقصد ان هو غامق شويه بتاع الايه كونسنتريتد يورين. ما يبقاش الطفل عنده البتاع دي اللي هتكلم عليها بعد شويه. ايه الطفل الموست سترايكنج في الطفل ده؟ انه لونه ايه؟ جوندس، واهم سبب للصفره اللي هقول عنه كلمه بعد شويه هيباتايتس ايه. طب ايه رايك في ده؟ مين ده؟ ايه نوع الفول ده؟ الفول الاخضر الحراتي، طبعا هتكلم عنه كلمه صغيره والحاجه دي هقولها. في بعض المرات البول ينزل اصفر ويسود بعد انه يتعرض للهواء، حاجه اسمها الكابتونوريا، مرضها ايه؟ اسمه الكابتونوريا. اذا ما كانش الحاجات يبقى بتكلم عن الكابتونوريا. الكابتونوريا فكرتون تعريف كده اسمها جروس كابتونوريا او فول الميكروسكوب اسمها مايكروسكوبيك او مايكروسكوبيك هيماتوريا، دي من الحاجات اللي موجوده، او جروس هيماتوريا. الاشكال اللي قدام حضرتك دهيت، عشان تعرف الهيماتوريا دي جايه منين، هل هي جايه من البلادر واليوريثرا الحتت اللي تحت ولا جايه من فوق، بتبص على الار بي سي كاست. الكاست دي حاجه بتتشاف داخل تحليل البول. فلو لقيت كاست ده معناه ايه؟ لو لقيت ريد سيل كاست معناه حاجتين، ان هذا العيان عنده هيماتوريا، وان هذه الهيماتوريا جايه منين؟ من الكليه من فوق. كذلك لو لقيت بروتينز، كذلك لو لقيت ديسمورفيك ار بي سيز. من اهم الاسباب يا جماعه اللي تعمل لي جروس هيماتوريا البوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس. قول لنا قصته ايه. انا يا دكتور الواد ده من اسبوعين ثلاثه جاله التهاب في الحلق، النهارده ولا امبارح لون البول اغمق، بقى لونه زي لون الشاي او الكولا الخفيفه، تمام، والولد منفخ شويه وكميه البول قليله، ده على طول بوست ستريبتوكوكال جلوميرونيفرايتس. مين الالكترولايت اللي ممكن يموته؟ البوتاسيوم لو عالي، وعلاج البوتاسيوم العالي لو عالي قوي ان انت تروح بسرعه تدي كالسيوم بالراحه. خلي بالك ان انت لازم تفصل بسرعه وبالراحه دي، يعني انت هتروح بسرعه بس هتدي الكالسيوم. الكالسيوم ما بيقللش البوتاسيوم ولكن بيحافظ على القلب من الاريزميا، يبقى البوتاسيوم بيعمل اريزمياز، الكالسيوم بيمنع الاريزمياز دي، وهتحاول نقلل البوتاسيوم. الحاجة التانية اللي عاوزك تعملها لازم تعمل له كرياتين، وهنا لازم أقول إنه الكرياتين في الأطفال مش من نص لواحد ونص، أمال لازم يكون أقل من واحد، لازم يكون أقل من 8 من 10 أو 7 من 10 على حسب الحاجات، 0.7 أو أقل، إنما واحد في الأطفال is abnormal، واحد كرياتين واحد في الأطفال ده abnormal. يبقى لازم ابقى واخد بالي من القصه دي. اقيس الضغط للاطفال، ومعروف ان الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول لك ان لازم تقيس الضغط للاطفال امتى؟ ستارتنج من لما يتم 3 سنين، كل سنه نقيسه مره، ده الريكومنديشن اللي موجود. واصعب حاجه في قياس الضغط للاطفال ان انت تلاقي الكاف المناسبه، والكاف المناسبه البالونه بتاعتها تبقى انسيركلينج ذا السيركمفرنس اوف ذا ارم، وتبقى كفرنج هنا تقريبا تلتين الدراع، من العظمه اللي فوق الاكروميون اللي تحت الاولكرينون، القصه ده هي التلتين الدراع متغطي والبالونه داير ما يدور محيط الارم. لازم تطلب سي 3 وسي 4 وانتي ستريبتولايسين اوتيت. وخلي بالك اذا انا لقيت واحد، وده انا عاوزكم واحنا لسه اهو بنبدا حياتنا، لو لقيت واحد عنده انتي ستريبتولايسين اوتيت عالي قوي، الطبيعي لغايه 200 لقيته 1000 ورجله بتوجعه، تفكر في ايه؟ ده روماتيك فيفر ولا لا؟ ده السؤال. ده روماتيك فيفر؟ انا رجلي بتوجعني شويه، مش مورمه ولا محمره وبجري ولا بعمل كل اللي انا عاوزه،
خلي بالك بس الانتي ستريبتولايسين او تتر بتاعك عالي، تفكر ان تقول ده روماتيك فيفر ضاربا بعرض الحائط كل الجونز كرايتيريا اللي من كتر ما هي محترمه عملوا لها موديفيكيشن. لو سمحت الانتي ستريبتولايسين او تتر البوزيتيفيتي لا يعني ان انت تدي العيان ده لونج اكتنج بنسلين، ودي من الحاجات المهمه. ما ينفعش بعد كده بقى حد منكم يجي يقول لي العيان ده الانتي ستريبتولايسين او تتر عالي فبدي له مضاد حي، ما ينفعش. المرض ده هو تلاقي السي 3 قليل والسي 4 نورمال. يبقى دي الحاجات اللي عاوزك تعرفها فيما يخص الهيماتوري. ده لون البول مثلا زي لون الشاي كده بالطريقه دهيه. في حاجات كتير بتغير في لون البول زي مثلا الايه الاكل. واحكي لكم على قصه، اول لما استلمت نيابه كان جالي طفل لونه اصفر. لونه ايه؟ اصفر. فقلت له بسيطه اعملي تحليل بيليروبين. تمام. قالت لي ما انا عامله تحليل بيليروبين طالع طبيعي يا دكتور، وريني تحليل البيليروبين طالع طبيعي. فبصيت على الواد تاني وقلت لها لا هنعيد تحليل، ده اصفر يا ستي هنعيده تاني يمكن غلط. فطلع تاني انه ايه؟ نيجاتيف. فكرنا في ايه؟ فبتاكليه جزر كتير؟ قالت لي اه كل يوم نص كيلو جزر. يبقى ده ايه؟ كاروتينيميا. كاروتينيميا يبقى الاكل اللي انت بتاكله ممكن يغير. بس انا كان المفروض بصراحه اكتشف ليه؟ لان الكاروتينيميا هتغير لون الجلد بس مش هتغير لون السكلير، وانا ما شفتش السكليرا كويس، يبقى انا غلطان. يبقى دي من الحاجات المهمه جدا اللي عندنا، الدايت وطبعا الادويه. زي ايه الادويه؟ اللي انت قبل ما تديها للعيان تقول له بس خلي بالك يا عيان ان لون البول ممكن يتغير، ولا تستنى لما لون البول يتغير تقول له اصل البتاع ده بيعمل التغيير ده. مين الاشيك؟ ان انت الريفامبسين اللي احنا بناخده للبروفيلاكسس بتاع المننجايتس. العيان ده هوت اهم حاجه فيه اللي هو لونه مصفر ولون البول غامق شايفين، ودولت بيبقوا اكتر حاجه بيبقوا هيباتيتس ايه، اكتر حاجه هيباتيتس ايه الف هيباتيتس ايه. احكي لك على قصه وقول لي كانت صح ولا غلط. قلت للاب ده شكله هيباتيتس ايه، هنعمل له التحليل بتاع الهيباتيتس ايه. قال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه هاف اي جي ام هيباتيتس ايه فيروس اي جي ام عشان الريسنت انفكشن. فاتصل بيا بالليل بيقول لي يا دكتور الحمد لله التحليل طلع سلبي، انت متضايق ولا مبسوط؟ التحليل طلع سلبي، الهاف اي جي ام طلع سلبي نيجاتيف. متضايق جدا، اصل لو ما طلعش ايه الحنين الطيب ابن ناس ده هيطلع ايه حاجات بقى بلاوي تانية، عندك هيباتيتس من حاجات تانية. صدقوني عشان احنا كنا مقتنعين قوي ان العيان ده هيباتيتس ايه، عدناه في معمل تاني طلع بوزيتيف. عاوز اقول لك الهيباتيتس ايه من الحاجات اللي موجوده، وبيبدا بابدومينال بين وفوميتنج قبل حتى ما يصفر، وبالتالي محتاج هاي اندكس اوف سسبشن. وخلي بالك ان لون البول بيغير قبل لون العين. تمام. يعني لون البول الغامق قبل ما يبقى العيان مصفر. وبالتالي لو انت لقيت واحد عنده ابدومينال بين ويمكن هيباتوميجالي او تندرنس في الرايت هايبوكوندريام، شوف بعينيك لون البول. لو لقيته غامق انت تقدر تشخص الهيباتيتس قبل ما الجوندس يبان، وتبقى في الوقت ده انت دكتور عظيم جدا. انت ده قبل ما، وتقول للام ايه بس خلي بالك يا مدام انه هيعمل ايه، هيصفر. تمام. وتاني يوم الواد يصفر تقول عليك بقى ايه، ايه رايك ده انت، ده انت ايه ده، ده انت فظيع. تمام. زي ما يحصل في حاجه كده وانا اقول لك وانت تقول لي اسمها. جت للام في اليوم الثالث من حراره عاليه جدا كل يوم 40، راحت لدكتورين اليوم الاول والثاني والثالث. جات لي قلت لها خلي بالك ان بكره الحراره هتبقى موجوده ويمكن بكره الحراره تختفي ويطلع مكانها ريش روحي كده. فراحت الست دهيت وتاني يوم الحراره راحت والريش طلع. ايه رايك دي اسمها ايه المرض ده؟ روزيولا انفانتم. روزيولا انفانتم اسمها بالعربي النخاله الورديه، من الحاجات المشهوره. فانا الهيباتيتس بتطلب له ايه كمان غير الهاف اي جي ام؟ بطلب له اي ال تي واي اس تي. ومين الاهم، اي ال تي ولا اي اس تي؟ مين الاهم سنسيتيف اكتر للليفر؟ هيبقى الاي ال تي. الهيباتيتس ياكل اللي هو عاوزه. طب ايه قصه العسل؟ ماشي ما تقولهاش ما ياكلش عسل، ياكل عسل. طب لو حابب ياكل اي حاجه ياكل ولا لا؟ قاعده كده ياكل ولا لا؟ اه. يختلط مع اخواته؟ اه، بس تبقى عارف انه بينتقل عن طريق فيكو اورال، يبقى نهتم بنظافه البراز والهايجين والحاجات اللي موجوده عندنا ده. هي دي من النقط الايه المهمه عندنا. طيب العيان بتاع الجي 6 بي دي اهم حاجه تبقى عارف ان هو
بيحصل غالبا امتى؟ الجي 6 بي دي في مصر بيحصل امتى؟ مع بدايه الويننج. الام تدي الطفل غالبا بتدي له ايه في الاول كده عند 6 7 8 شهور؟ بتدي له ايه؟ ميه فول. تقول لك ميه فول دي تشد، وانت عارف يعني فول، فالميه بتاعته بتشد قوي. ياخد ميه الفول يجرى له ايه بقى؟ اقول لك وتقول لي، عينيه تصفر وشفايفه تبهت ولون البول يغمق، والولد يبقى ضربات قلبه سريعه. اشمعنى؟ بقى انيميك، ويمكن الكبد يتحس لو عنده انيميك هارت فيليا، لان الهيباتوميجالي من ضمن الحاجات اللي بتحصل مع الناس اللي عندهم هارت فيليا. العيان ده للاسف حله الوحيد ان انت تعمل له ايه؟ فاكد ار بي سيز. واكتر سن يا جماعه شخصت فيه انيميا الجي 6 بي دي كان انا عن نفسي شخصته امتى؟ كان واحد من الهاوس اوفيسرز في سن حضرتك كده بعد المحاضره بيقول لي، ده انا طلع عندي الاسبوع اللي فات جي 6 بي دي. قلت له ليه؟ انت ما بتاكلش فول اساسا؟ قال لي والله طول حياتي باكل فول. يبقى انت اكيد صدقني قريب اكلت نوع خاص من الفول عنيف قوي، اللي هو الفول الايه؟ الحراتي او الاخضر. تخيلوا كان بياكل الفول العادي ما كانش حصل له حاجه. الفول الاخضر ده لدرجه ان اساتذتنا بيقولوا لنا ان لو واحد مشي في ارض مزروعه فول اخضر ممكن بالنفس حتى يحصل له هيموليسيس. وخلي بالك هي اسمها انيميا الفول، وبالتالي يجوز ان الطفل ده ياكل كل حاجه بقوليات. كنا بنقول بقوليات اي حاجه تتقسم اتنين، لا هو ياكل فول ممنوع عنه بس الفول، انما الحاجات التانيه يجوز ان ياكلها. ماشي يا جماعه؟ يبقى هي انيميا الفول مش انيميا البقوليات، هو انيميا الفول يعني يقدر انه ياكل حاجات كتيره ما فيهاش اي مشكله من القصه ده. هي الادويه ناخد بالنا من السلفا والكلورامفينيكول والانتي مالاريا، الحمد لله مش عندنا دي. النقط الايه المهمه اللي موجوده، شايفين الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ الو يا دكتور، البنوته ولا الواد اللي عمره 5 6 ايام جايب دم في البول، انتوا شايفينه دم ولا لا؟ شايفينه كده يا دكتور لونه كده شويه على ايه؟ شايفينه لونه على ايه؟ شايفين اللون؟ انا هنا موضحه اكتر. لونه ايه؟ على اورنج شويه. حد عارف الحاله دي ايه؟ اصل هتشوفها والله صدقني لو هتشتغل هتشوفها اكيد. دي يا جماعه اللون اللي على لون اورنج كده، يعني يمكن مش واضحه في الاضاءه، ما هياش دم احمر، دي يوريت كريستالز، كريستالوريا. وبنقول للام الحاجه الاساسيه الكريستالوريا دي، اهم حاجه، اهم نصيحه نقول لها ايه؟ اختار كده من الاجابات اللي عندك. فلويد انتيك، فلويد انتيك، انت ما بترضعوش، لو قالت لك بترضعوا انت كدابه مش فاهمه حاجه، فاهمين قصدي؟ يبقى ده ما هوش هيماتوريا ولا حتى تعمل له يورين اناليسز، ماشي؟ دي اسمها كريستالوريا يا جماعه، يوريت كريستالز. بعض الامهات كانت بتوصفها لي ان هي شبه عصير البطيخ كده، متخيلين؟ هو اللون ده هو اللي موجود على اورنج على مصفر شويه. ايه دي؟ ايه دي؟ دي بلورال افيوجن؟ نيمونيا عادي، ابر رايت ابر لوبر نيمونيا. طب ايه دي؟ ايه دي وايه دي؟ الاثنين لونهم ابيض، الهيميثوركس الشمال لونه ابيض. ده نيموثوركس، فين النيموثوركس؟ هي يمكن مش واضحه قوي بس في الناحيه اللي على يمينك دي في برونكو فاسكولار ماركينجز، لو انت مش شايفها هي موجوده. يبقى دي ايه؟ ايه؟ مش سامع. كولابس في الناحيه اللي على ايدك اليمين دي كولابس، لما الناحيه الشمال يحصل فيها كولابس تشد الميديستاين. مفيش هارت هنا في العيان اللي على يمينك، هو في ينفع عيان ما يبقاش عنده هارت؟ يبقى ده مشدود للناحيه الشمال. طب الناحيه اليمين ده اللي على شمالك دي بقى ايه؟ ده بلورال افيوجن، بلورال افيوجن. يبقى كده التشخيص اللي موجود عندك صح، بص عليها عشان تبقى متابع معايا. طب حد شطور بقى يقول لنا دي ايه؟ دي diaphragmatic hernia، هايل، left sided congenital diaphragmatic hernia، لقيت اير بابلز موجوده في الليفت هيميثوركس كوميونيكيتنج مع الابدومينال اير، والناحيه الشمال كلها لوبس اوف انتستين. العيان ده بيبقى بطنه ايه شكلها؟ ليها اسم كده، ايه داخله لجوه؟ اسمها ايه؟ سكافويد. والعيان ده عمرك ما تعمل له امبو باج بماسك، تركب له اندوتراكيال تيوب وتعمل له امبو باج ماشي، انما لو بماسك هتبص تلاقي ان انت بتنفق الانتستين اللي موجوده في الهيميثوركس توحش الكونديشن بتاعه العيان ده هو. طب دي بسرعه ايه؟ لا هي ما فيش فلويد ليفل، ما فيهاش ليفل، هي يمكن الريزوليوشن مش حلوه انا عارف،
بس دي بلورال افيوجن يا جماعه، بلورال افيوجن، بلورال افيوجن. طيب الصوره دي لطفل كان عنده سب نورمال مينتاليتي، ودي انا عاوز اقولها لكم لان المرض ده واحد في ال 4000، وانا عارف ان في الاندر جراديوس ما كناش بناخده قوي. ايه اللي انت ملاحظه؟ الولد ده وشه طويل، وشه طويل، ده عنده منتال ريتارديشن، مرفان ما بيبقاش عنده منتال ريتارديشن، وشه طويل والفور هيد عريضه والماندبل كبير والايرز بروترودنج لبره. المرض ده اسمه ايه؟ حد يعرف؟ جينيتك منتال ريتارديشن. تاني واحد بالظبط اهي الدكتوره فراجايل اكس. حد شاف الفيلم ده؟ كان شكله بالظبط ده فراجايل اكس. فراجايل اكس واحد في ال 4000 ولد، يعني برضه مش قليل قوي. ذا سكند موست كومن كوز اوف جينيتك منتال ريتارديشن بعد الداون سندروم. الصوره ده هي يا رب تبقى واضحه لبيبي نيونيت بيرضع زي الفل. المحاضره اللي قبل كده كانت نيوناتولوجي، بيرضع زي الفل وريفلكس زي العفريت وعنده الحاجات اللي زي الباستيولز دي في ايديه ورجليه. ايه رايك فيها؟ ده ايه ده؟ ايه رايك؟ تعمل له ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ رياشورنس. بس هي ايه طيب؟ دي يا جماعه اسمها باستولار ميلانوزس. باستولار ميلانوزس دي حاجه تحتوي على فيري ستيرايل ليكويد جوه الفيزيكلز دي، ولا حاجه، بتختفي في خلال اسبوعين ثلاثه بالكثير، واوعى تديها انتي بايوتكس. اسمها باستولار ايه ميلانوز، اعرف شكلها كده لانك هتشوفها في النيونيتس اللي موجودين. لو انت شفت بيبي نيونيت، في ناس عندهم نيتال توث يعني مولودين بسنه في 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 في, في بقهم، نشيلها ولا لا؟ رايكم ايه؟ شود بي ريموفد ولا لا؟ لو كانت لوز موبايل شيلها، ليه؟ اسبريشن. انما لو ماسكه ما بتشيلهاش، بتسيبها، ما بتسيبهاش. التانج تاي، عارفين التانج تاي اللي هو بتبقى لسانه ملزوق لتحت، نعملها ولا لا؟ عاوز اقول لك ان التانج تاي ما بيأثرش على الرضاعه غالبا، وما بيأثرش على الكلام غالبا، نعملها ولا لا؟ تاني النايس جايد لاينز قال لي قايله لان العمليه بتاعتها بسيطه خالص على الواقف كده وسهله، فلو الناس عاوزين يعملوها بيعملوها طالما ما فيش عندك ايه يعني البوسيبل افكت او بنفيتس من التانج تاي ديفيجن. لو الطفل سيمتوماتايزنج نعملها، ما فيهاش اي مشكله. الام دي فضلت تدي ابنها حاجات انتي فانجل، ايش دكتارين ومايكوستاتين وتوبيكال انتي، وما بتتحسنش بس بتتغير. ايه ده؟ حد يعرف؟ ايه جيوغرافيك تانج، اسمه ايه؟ جيوغرافيك تانج. يؤثر على قد ايه في الميه من البوبوليشن؟ 3% من البوبوليشن عندهم الجيوغرافيك تانج ده، فبالتالي لازم تبقى عارف، ومش كل شويه بقى تكتب لي الادويه دي. وبيفرق كتير جدا لو انت عارف وبتقول للام لا ده لسان جغرافي، والله لو اديتي له ايه هيقعد ويروح ويجي وكده، ده مش انفكشن اساسا، يبقى ده حاجه في الميكوزا بتاعت الطفل. احفظ الاشكال دي بعد اذنك عشان ما تتلخبطش فيها، ليها اشكال كتيره زي ما انتم شايفين. ايه رايك في ده؟ ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ لو انت فكرت يبقى اسمها امبيجوس جينيتاليا. اسمها ايه؟ امبيجوس جينيتاليا. يعني ايه امبيجوتي؟ يعني ايه امبيجوتي؟ عدم وضوح، يعني مش واضحه كده، تمام؟ الامبيجوتي دي قد تكون لمرض اسمه كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا. انا دوري ان انا القط الحاجه دي لو انت حاضر ولاده ولقيت القصه دي، لان الكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا بيبقى معاهم ادرينال انسفشنسي والبوتاسيوم عندهم عالي والصوديوم قليل. ده ميديكال ايمرجنسي. ده صوره ولا صورتين؟ ده واحد ولا واحد؟ الصوره دي انا عقدتني، فلو انت جاوبتها بسرعه هتضايق يعني. وانا بدور على كلمه امبيجوتي جابوا لي الصوره زي دي كده، وقال لك ده صوره اتنين موجودين. انا قعدت اشوف مين الاتنين اللي موجودين دولت نص ساعه ما عرفتش. حد شايف ان هم اتنين؟ شايفه اتنين؟ طيب ليه متضايقين يا دكتوره؟ طيب في واحده كده باصه كده بالشكل ده كده شايفينها، وواحده اللي هي دي، واحده باصه اللي هي العجوزه شويه بنفس الشكل ده كده. ده امبيجوتي. ده بقى قطه ولا اسمه ارنب ولا بطه مش عارف. قاعده بقى يقول لك ايه حاجات احنا مش فاضيين للكلام ده. اول لما تلاقي امبيجوس جينيتاليا على طول تعرف ان دي ميديكال ايمرجنسي. لما تحتاج تبص هل ده يا ترى بيفيد سكروتم ولا فيوزد ليبيا، هل ده انلارج كليتوريس ولا مايكرو بينس، تمام؟
دي طبعا ميديكال وسوشيال ايمرجنسي. تخيل انت حاضر ولاده ومش عارف تقول للاهل انتوا خلفتوا ولد ولا بنت، حاجه صعبه جدا. ودلوقتي عشان الاسم ما يبقاش بايخ بقوا يسموها اي تيبيكال جينيتاليا وليس امبيجوس، شكل الاسم بقى ارقى شويه من القصه دي. بيبقى عندهم فيريلايزيشن، الناس دول دون الدخول في تفاصيل بنعمل لهم صوديوم وبوتاسيوم. خلي بالك الفينوتايب بتاعك مين اللي بيحدده؟ اللي جاي ده الموست انسبايرنج سلايد في المحاضره كلها. مين اللي بيحدد الفينوتايب بتاعك؟ الجينات بتاعتك ولا الانفايرومنت؟ تاني، مين اللي بيقول ان انت فلان الفلاني؟ جينز ولا انفايرومنت ولا الاثنين؟ هي باينه هنا ان الاثنين. طب مين الاكتر؟ جينز ولا الانفايرومنت؟ عاوز اقول لك لو جيناتك بس اللي بتحدد انت مين، بين قوسين اللي هقوله ده ما كانش ربنا هيحاسبك. ليه؟ ليه؟ ما انت جيناتك كده، ما انت زفت، يبقى هتفضل كده، تمام؟ انما عاوز اقول لكم يا جماعه فعلا من الحاجات اللي بتغير في الفينوتايب بتاعك مين؟ الانفايرومنت. والنسبه قد ايه؟ اقرا النسبه دي، حد يقراها لي كده؟ كم؟ 80% انفايرومنت و20% فقط جينات. يبقى انت يو كان تشينج يور سيلف ولا لا؟ طبعا بايموشن، باكسرسايز، والمهم جدا الايه؟ النيوتريشن. النيوتريشن من الحاجات المهمه. واحده من الحاجات اللي بتعمل بريفنشن للاقل من 5 ييرز مورتاليتي البريست فيدنج. ما ينفعش تبقى انت دكتور بتتعامل مع الاطفال وتنصح الامهات ان هم يرضعوا رضاعه ايه؟ رضاعه صناعيه. ما ينفعش، كل الناس بترضع رضاعه طبيعيه، ده مش فن، ده فطره موجوده عندنا، تمام؟ يبقى الكل. وتفتكر ان حجم الايه؟ عشان الام اللي تقول لك ايه؟ يا دكتور انا نازل لي لبن بسيط، تقول لها ايه؟ الام الخيبانه اللي في الدي او الاولين تقول لها يا دكتور ده انا ما عنديش لبن اساسا، تقول لها ايه؟ بص لو ربنا اصل هو ربنا خلق لك اللي على قد، شايف حجم بص السلايد ده عجيب جدا، ده حجم الاستومك بتاعتك وانت دي 1. شايف عند تبقى قد البيضه عند الشهر الاولاني، ده حجم الاستومك بتاعتك. يبقى يقوم ربنا خلق لنا حاجات بسيطه جدا في الاولاني، واللبن اللي في الاول ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ لبن الكولوستروم. قد ايه في اليوم كله؟ 50 60 سم. يبقى لما تيجي الام تقول لي ان انا عندي اللبن بتاعي قليل، نقول لها ايه؟ ترضعيه برضه، لانه كميه البروتين والانتي بوديز والحاجات اللي موجوده فيه كتيره قوي، ولما انت ترضعيه هينزل لك لبن كتير من عمليه السكلينج والقصه دي. الام تبدا ترضع امتى؟ يعني بعد الولاده بيوم، يومين، ساعه، ساعتين؟ ما ايه رايك نديله الميه بسكر الاول؟ ايه رايك ميه بنشا؟ شويه ميه مقطره؟ ايه رايك؟ بالقطاره، بالمعلقه، بالبيبرونه؟ ايه رايك؟ ترضعه امتى؟ الام رضاعه طبيعيه امتى؟ as soon as she can، within 30 دقيقه، في خلال نص ساعه. طبعا ما لم تكون الام تحت انستيزيا ولا بتاع، انما ترضع في اول نص ساعه دي من الحاجات المهمه قوي. ترضعه بالليل ولا بالنهار؟ طول الوقت، ليل ونهار. امتى؟ لما يجوع ولا كده يعني يترضع وخلاص، ولا كل 3 ساعات؟ كل 3 ساعات. ايه رايك في الكلام اللي الدكتور قاله؟ كل ساعه. طيب ما تتضايقش يعني، اون ديماند. وتعرف ازاي اون ديماند؟ هيجي يقول لها لو سمحت عاوز ارضع، هيقول لها ايه يعني؟ هيعيط. انا مش عاوزك تقول الكلمه دي، في حد بيقول حاجه هنا؟ لما يحتاج. انا عاوز اقول لك بصوا، ارجع للحته دي تاني، بس هقول لك ايه، دي اوضاع الرضاعه الايه اللي موجوده. شايف اوضاع كتيره قوي، ممكن تبقى البيبي نايم على الام كده بالطريقه دي، او اللي هو كريدل او كروس كريدل او فوتبول، هي واخداه كده لورا وجسم الطفل من ورا، او يكون سايد باي سايد. والسايد باي سايد دي هقول لك عليها انها مش بتزود الاوتايتس ميديا. يعني انت يا ام ممكن ان انت وانت نايمه ترضعي ابنك وانت جاي نايم جنبك. ما بيعملش اوتايتس ميديا؟ لا ما بيعملش اوتايتس ميديا. ممكن نغير الفكره اللي عندنا، ما بتعملش اوتايتس ميديا ولا اسبريشن. فالام ترضع بالطريقه اللي هي عاوزاها. يبقى ده الميث اللي في القصه، انه ده ما بيزودش احتمالات الاوتايتس ميديا. ده مين ده؟ ده كريدل وكروس كريدل، دولت الموست بوبولار بوزيشنز اللي موجوده عندنا. تقول لك الواد ما بيعرفش يرضع يا دكتور مني، ده في بطن الام. شايفين الصور دي؟ في بطن الام لقوا البيبي بيمص في صباعه، يبقى معنى كده ان هو بيعرف يرضع ولا لا؟ حد منكم جرب يحط صباعه في بق طفل؟ يرفع ايده كده؟ حطيت صباعك في بق طفل؟ ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ بتشوف الساكلينج؟
وعمل ايه في صباع الدكتور؟ ها؟ وطبعا طبعا في قمه القرف في الاستقبال بتاع المستشفيات يكون عامل بصباعه ده اي حاجه قبل كده ومش عارف يقوم حاطه، والبيبي غلبان، واول لما يحط صباعه في بق الطفل بيعمل ايه؟ يقعد يمص. لو انا حطيت صباعي في بقك ايه اللي هيحصل؟ طب هتضربني. طب ليه؟ ربنا خلقه بيعمل الساكلينج ده ريفلكس لوحده في بطن الام موجود، فما ينفعش تقول لي ان ايه البيبي ما بيعرفش يرضع. خلي بالك ان الاطفال دي جعانه وعاوزه ترضع، دي شايفها؟ شايفها دي عاوزه ترضع دلوقتي. طب لو احنا استنيناهم لكده لما بقى يصوت ويلم الناس عليك، تمام؟ افتكر الكلمه دي، ان البكاء علامه متاخره، يبقى اون ديماند يا دكتور ما تستناش لما البيبي يعيط، مجرد ان بيبص يمين وشمال بيدور على ايه عشان يرضع، يبقى احنا اون ديماند فيدنج. يبقى كل 3 ساعات دي بطلت، السكيدول فيدنج ده بطل خالص، ما بقاش حد يعمله. هل اللبن بتاعي كفايه ولا لا؟ اهم حاجه بتقول لك ان اللبن بتاع الام كفايه، ان وزن الطفل بيزيد، بس افتكر ان في اول 5 ايام اسبوع ان الوزن بيقل 5 أو 10% ويبدا يزيد تاني. طفل بيعمل براس كويس يبقى اكيد بيرضع كويس، بيعمل بول كويس اكيد بيرضع كويس. مين دي؟ الرضاعة الطبيعية من زمان خالص على فكره. ها ايه دي؟ مين دي؟ من هذه السيدة؟ حد عارف اي حاجة؟ الناس اللي ورا مين دي؟ ها؟ اله؟ اله مين؟ اله راع؟ اي حاجة راع وخلاص، اي حاجة راع وخلاص. دي يا جماعة اله الرضاعة، بيقولك اله الرضاعة، ماشي والله ما عرفش ان في اله رضاعة، بس فيها اقولك اله دلوقتي حاجة. ده ايزيس بتردع حورس. حورس انتوا عارفين ده كان راجل يعني حاجة اله برضه، حاجه كده كبيره قوي، كان بيرضع طبيعي يعني. بص اللي بيرضع طبيعي بيجرى له ايه، وشايف كانت بترضعه ازاي بكل، شايف بترضعه، شايف بتعمل ازاي، كان اي بوزيشن ده ازيز كانت واخده اي بوزيشن، كريدل بوزيشن، ها عادي موجود، وشايف فيها فخر وشمم كده وحاجه محترمه قوي. اللي انت بتقول عليه بقى اسمها حتحور. حتحور دي يا جماعه بص الكلام الجميل قوي، اله السماء والحب والجمال والأمومة والسعادة والموسيقى والخصوبة، كانت واخدة حاجات كتير يعني، بس ما كانش فيه إله الرضاعة على فكرة، بس هو ده إله اللي موجود ده حتحور، وكانت ليها صورة آدمية وصورة حيوانية كده بالشكل ده. هو البقرة دي كانت حاجة من الحاجات الإيه المهمة عنده. البريست فيدنج يا جماعة من أواخر النصائح اللي بقول لكم بريست فيدنج، ولا تخضع لأي، إن أنت تقول طب ما تدي له رضعتين كده صناعي يقوموه شوية، يقوموه بعد اللبن بتاع ربنا، أخص عليك والله بجد لو عملت الحركة ده. هي ترضعي في أي مكان يا مدام، في أي حتة، وما تتكسفيش أبدا من الرضاعة. أهو شايف، أهي بترضع عادي، أهي عادي في استراليا، أهو في المجلس بتاع النواب بتاع، يعني لازم ما تتكسفش هذه السيده انها ترضع، وكتير قوي من المولات والحاجات عندهم الكلام ده هو، فانت ما تتضايقش خالص من القصه دي. اخر سلايدين هقولهم، ايه رايك في الصوره دي؟ حد عنده قوه ملاحظه يقول ايه ده؟ ايه ده؟ اله برضو ايه؟ ها؟ ايه اللي ملفت للنظر في الصوره؟ طيب ده كاهن اهو ماسك عصايه بيتوكأ على هذه العصايه، كان ماله؟ شايف رجليه؟ عنده ايه؟ عنده رجل اقصر وارفع من رجل، وده من اول الوصف للبوليو. من امتى؟ من 7000، من كتير قوي. واتغير البوليو امتى يا جماعه؟ اتغير خريطه العالم في البوليو سنه كام؟ في الاربعينات ولا الخمسينات، بعد ما كان بيموت بالمليون واحد في السنه. مين اللي غير الحته دي؟ الفاكسينز اللي هم بقى ايه، سيبن وسولك والناس دي، غيروا الخريطة بتاعت العالم فيما يخص الاميونيزيشن اللي موجودة عندنا، غيرتها تماما. وتلاقي بالرغم من كده بعض الناس تقول لك ايه دونت فاكسينيت، والفاكسين ده بيعمل اوتيزم، والفاكسين ده بيعمل حاجات. وانس يا جماعة ان يكون في فاكسين كويس اعمل له الايه الاميونيزيشن بتاعته، لان انا السبيشاليتي بتاعتي نفرولوجي. انا بحب اخر حاجه برضو في الفراعنه، بيقول لك ان الانشنت ايجيبشن ما كانوش بيعملوا مانيفيكيشن لحاجتين، يعني كانوا دايما يشيلوا الاعضاء الداخليه بتاعه المومياهات دي ما عدا حاجتين، ما عدا القلب والايه والكليه، ما كانوش بيشيلوا الكليه. ليه ما كانوش بيشيلوا القلب؟ لأن القلب ده اللي انت هترجع بيه للعالم الآخر، وهيتوزن القلب بتاعك قصاد، عارفين الوزنة بقى قصاد الريشة، ولو وزنك اتقل من الريشة هتدخل النار وهتتبهدل،
وحاجات زي كده، والكيدنز ما كانوش بيشيلوها يمكن لانها كانت ريتروبيرتونيال ما كانوش بيعرفوا يشيلوها يمكن، او بعض الناس قالوا بقى لا يعني هي كانت بتدي ادفايس للقلب ما اعرفش ازاي، بس ايه احد الطريقه، وده كان حساب الموتى في العالم الاخر يعني. بقى اوزوريس ده كان اللي هو بقى الكينج بقى الكبير بقى خالص، وده شايف اللابس ابيض فابيض ده، ده لما انت تموت هتبقى كده، ويمسكك اللي هو انوبس شايف ويوزن لك قلبك، ولو طلعت كده في حيوان كده شايف موجود هنا، ده اللي هيوديك بقى الايه هياكلك ولا ايه. محاسبة الميت امام اوزوريس وتقف خلفه، شوف بقى دور المرأة كانت خلفه، ايزيس كانت واقفة بتساعده في القصة اللي موجودة عندنا. شكرا يا جماعة وارجو الخير.